الواحد إذا قضى حياته بين هالكتب بصير مثل المجنون. شو رح يصير إذا قريتهم كلهم؟ ناريمان خانم رح تقتلني. لازم استعجل بسرعة. قالوا نهار، أنا هلا كثير كثير مشغولة، عندي شغل فوق راسي وبدي لحق، وماشي بتصل فيكي بعدين، باي. لك شو بكون انتو؟ مو معقول قضي نهار انا عم لملم فيكن. عمر بيك لما يشوف الكتاب رح ينبسط. تعبت كتير لتاخدي هالكتاب، واشتغلت كتير. واضح هذا الشخص غالي عليكي ما؟ فيك تقول هيك. الوش الظاهر يا بنتي هو هالكتاب، بس انت الاصل، انت اللي تعبتي كرمال هالشخص، صرفتي وقت اكثر من المصاري اللي حتدفعيهم، فانت اللي لازم تتاكدي اذا بيستحق هذا الشيء وبيعطيه قيمته. طبعاً طبعاً، شكراً كثير لك، كلك زو. العفو نورتي. بخاطرك. الله معك. لازم لاقي هدية تانية وبأسرع وقت. عمر إذا شاف دبوس جرافات أنا رح أتبهدل. معناها طلعتي ما بتعرفي لعمر بيك منيح. داليا كأنك عم تتمسخري علي. شو مستحيل؟ بس عم أثبت الواقع. معناها بجنازتك بواسي عيلتك وبقلهم كانت المرحومة بتحب تثبت الواقع كثير. هدية هي. شو كنتي عم تتسمعي؟ عمر بيك رح تعجبه الهدية، لا تاكليها. بتعرفي إذا طلع من وراها شي ديما؟ ما في داعي تخافي، تأكدي إنه رح ينبسط. وأنا عم بقول وين الحلوة من الخلفية. ليش زعلانة وقاعدة لحالك هون؟ شوفي أنت عم تبكي؟ احكي لي شو صاير لشوف؟ شفت لي شلون هي الحياة ياسمين؟ منظمة كل شي ومن أحسن ما يكون؟ ناريمان خانم، يعني لأنه تركتي الساحة فاضية إلى وهي انتقلت بالجبهة من الدفاع للهجوم المضاد، وانت كقائد لازم تعبي مكانك مرة تانية. شو سئيل، بلش العصبي وراسك عم يضرب. أمورة حبي، شو رأيك تفتح الهدايا لنشوف شو جابوا لك رفقاتك؟ بعد شوي، هلأ لسه بكير، نفتحهم بعدين. الجو حلو كتير عفوا. ايه كتير. شو بكي؟ ما بحب ولا انا نارو. عمر يلا تعال نفتح الهدايا. قوم يلا. كل سنه وانت سالم عمور. كل سنه وانت سالم حبيبي. العمر كله يا عمر. بارانسادا وشندا كا
بلش بالهدية تبعي. شو رأيك تفتح بالأول هدايا لعيلة؟ كل اليوم بالشركة سوا ناريمان خانم، ونحن مثل عائلته بعتقد. يلا عمر افتح هديتي. كتير خايفة إنها ما تعجبك. ياسمين ما عم صدق، بحبه كتير. هذا الكتاب مهم كتير. شو رأيك نمشي؟ تكرم. ناريمان فشلت خطتك. لا فشلت. لا شو صار؟ سامي بيك؟ لا سامي بيك بالهرام. عمي بتعرف تسبح؟ يا حدا دفشني. مين دفشني ناريمان؟ مين دفشني؟ هلأ وقته عم ينزل حاله بالبحر. حبيبي هذا انت فقد التوازن. حدا يساعده يا جماعة، عم بيبلع مي. لك شو بكن ستو لشي دولاب ساعدوه؟ أنا منيح. شو مهضوم؟ يا بنات شوفوا شو عم يعمل. سمسوم حبيبي خود هاد رح زدته. ناريمان ما كان بداعي للدولاب، مو شايفتيني عم بسبح مثل السمكة؟ يلا ارجعي اي خلينا نشوفه. انا وياكي؟ اي طبعا انا وياك. يلا. يا حرام. عمر بيك اذا ما في شيء اعمله مشان سامي بيك فيني امشي؟ ايه فيكي اكيد. شكرا على جيتك. تمام شكرا لك انت. ناريمان بتعرفي بشو عم فكر؟ أنا لازم أتدرب كتير منيح على السباحة. اليوم ما عجبتني كتير سباحتي، مع أنه أنا سباح ماهر. مو معقول شو كنت شاطر. تركني عم فكر سامي، مو شايفني شبك؟ يا ريت نحن بعدنا ما بعنا اليخت تبعنا، كنا هلأ عم ندور بالبحر ونروح من شط لشط ونسبح هون ونتسلى هون. خلص سامي مو جاي عبالي قلتلك هلأ، صلك ساعة ما وقفت حكي. خلص اسكت شوي. بعتذر أنا آسف. طيب ليش صار هاد الشي؟ بدي افهم. شبك ما عم تجاوبني؟ شو بدي جاوبك ولسه هلأ اجيت ومو عرفان عن شو عم تحكي؟ مو لا اعرف عن شو عم تحكي انت؟ هاد الكتاب، شو هو هالكتاب؟ يعني بدي افهم شو هو هالكتاب المهم لهالدرجة هي؟ وليش عمر لما شاف هالكتاب الدنيا كلها ما بقى وسعته من الفرح والابتهاج؟ يعني ليش انا ما بعرف اهمية هالكتاب؟ ياسمين ليش بتعرف اهميته؟ يا الله سامي انا ما عاد فيني اتحمل، الامور طلعت من ايدي كأنه يا ربي انا خايفة يكون الموضوع طلع من ايدي وخسرت كل شيء. شو هالحكي؟ لا حبيبتي مو هيك، لسه كل الامور بايدك. قلتك ما معلوم كله بايدي. كله حبيبتي كله 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 بايدي.